السعيدي رئيس ولاية موظفي العدل. ولاية موظفي العدل تمت بالموضوع ديال الإصلاح ديال منظومة العدالة، واشتغلت عليه عبر ندوات، عبر أيام دراسية، عبر الترافع مع العديد من المهتمين والمتدخلين في إصلاح منظومة العدالة. واليوم مساهمة منها في إغناء النقاش العمومي قررت أنها تنفتح للجامعات المغربية، وهذه أول مبادرة اللي احتضنتنا فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا، واللي كان موضوع هذه الندوة عقلنة الزمن القضائي من منظور حقوق الإنسان، مشروع المسطرة المدنية نموذجا. وفي تقديرنا على أنه الموضوع ديال الزمن القضائي هو من أحد الأعطاب الكبرى في المنظومة ديال العدالة، واليوم لا بد أن نساهم في تحويل النقاش العمومي إلى انتباه إلى قضايا ذات بعد خطير تشكل اليوم بالنسبة لنا سؤال مقلق عند المرتفق أساساً عند المهتمين. البطء ديال القضايا، البطء يؤدي إلى بطء العدالة، يؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة العدالة ككل. وفي تقديرنا أن هذا السؤال يقتضي بذل مجهود جماعي والبحث الجماعي على مداخل لإصلاح هذه الأعطاب.